العود صديق اليوم اللي أنا ما أفارقه. حب آلة العود بدأ معي من يوم ما كنت شوي في سن صغير، كنت أحب أسمع المعزوفات عود فقط. أنا دائما أحب أتمرن وخصص له وقت قد ما أقدر علشان أطور مستواي في العزف. الموسيقي يوصل مشاعره للناس من خلال عزفه على أي آلة كانت. الموسيقى لغة تخاطب كل إنسان وكل الشعوب، وما أعتقد أن في حد يقدر يهرب من سحره.